بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فالحديث كان ولا يزال عن فقه بناء الدول رؤية عصرية، ونحن اليوم مع توصيات فقه بناء الدول. وهذه التوصيات هي من الأهمية بمكان، إذ هي عصارة البحوث التي كتبها المثقفون والمفكرون والعلماء. هذه التوصيات هي عبارة عن تلخيص لكل البحوث التي كتبت، والتي تقدم أفكار هذه البحوث في عبارات موجزة يمكن للمستمع الكريم أن يضعها في الذهن، والأهم من ذلك أن تتحول هذه التوصيات وهذه الأفكار إلى اعتناق ثم إلى تطبيق في الحياة العملية. أول توصية: بناء الدول ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، والحفاظ على الدول واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات الهدم أو الزعزعة في الوطن ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس واستقرار حياتهم. كل توصية لابد أننا ندلل عليها من شريعة الإسلام حتى نوقن بأن هذه التوصيات كانت منبثقة عن الكتاب الكريم وعن السنة النبوية المطهرة. لعلنا نتذكر جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وأسس دولة في المدينة، وقلنا سابقا بأن هذه الدولة في المدينة تتكون من أرض ومن شعب ومن دستور ومن سلطة حاكمة. قلنا بأن الجهاد القتالي لم يشرع في مكة، إنما شرع الجهاد القتالي في المدينة. وقلنا من الخطأ بمكان أن يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل في مكة للضعف، فلما قوي المسلمون في المدينة شرع الجهاد القتالي. هذا خطأ. الجهاد القتالي شرع في مكة، لأن شرع في المدينة لأن في المدينة تكونت الدولة، تكونت الدولة بمقوماتها من دستور ومن أرض ومن شعب ومن سلطة حاكمة. شرع الجهاد القتالي في المدينة، السؤال لماذا؟ للدفاع عن هذه الدولة، للدفاع عن الدولة الجديدة وحمايتها. القتال في الإسلام لم يشرع لإكراه أحد على الدخول فيه، لأن الله عز وجل يقول في الآية المحكمة في سورة البقرة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. من هنا الحفاظ على الدولة واجب ديني وواجب وطني، لأنه يؤدي إلى استقرار حياة الناس. البلد أو الوطن الذي تشاع فيه الفتن والحروب والقتال لا يمكن أن يأمن الناس فيه على دينهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. ومن هنا فإن الحفاظ على الدولة ضرورة دينية واجتماعية ووطنية وحضارية. وكل إنسان يفرط في الحفاظ على وطنه، أو يرى خطرا يهدد وطنه أو بلده ويسكت، فهو آثم عند الله عز وجل. يجب علينا شرعا أننا نتصدى لكل محاولات الهدم والتخريب
في الأوطان، ويجب علينا أن يكون الإنسان إيجابياً، لا يسكت على هدم بلده ولا على تخريبها ولا على تهديد أمنها ولا على اللعب بمقدراتها. هناك بعض الناس يسكت، هذا خطأ، ينبغي أن تكون إيجابياً وأن تشارك في الدفاع عن وطنك وعن أمنه وعن استقراره. كل منا يدافع عن أمنه وعن وطنه واستقراره بالوظيفة التي كلف بها، صاحب القلم بقلمه، والجندي بمدفعه، والمفكر بفكره، والعالم بعلمه، والطبيب بطبه، والمهندس بهندسته. كل منا لابد أن يحرس هذا الوطن ويسعى جاهدا لكي يكون هذا الوطن آمنا. التوصية الثانية، العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية. ونحن قلنا بأن الدولة قديما وحديثا تتكون من الأرض والشعب والدستور، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى المدينة، وكما قلنا شرع الجهاد القتالي للدفاع عن هذه الدولة. النقطة الثالثة، التأكيد على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع، وهو أحد الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها. نحن قلنا بأن مقاصد الشريعة خمسة: المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وتكلمنا سابقا عندما كنا نتحدث عن مقاصد الشريعة هل يزاد على هذه الخمس، فبعض العلماء يرى أننا نزيد المحافظة على أمن الوطن، والبعض الآخر يرى أن المحافظة على أمن الوطن هو الوعاء الذي تتحقق فيه مقاصد الشريعة. لا يمكن في منطق العقل أن يحافظ الناس على دينهم في وطن غير آمن، ولا على أموالهم في وطن غير آمن، ولا على أعراضهم في وطن غير آمن، ولا على عقولهم في وطن غير آمن، ولا على أنفسهم في وطن غير آمن. ولعلنا بالأمس القريب عندما انفرط العقد وجدنا أنفسنا لا نأمن على أموالنا ولا على أعراضنا ولا على بيوتنا، كيف لا يمكن لك أن تؤدي فرائض الله وأن تذهب إلى المسجد وأن تصلي الفجر وأن تعود وأنت في وطن غير آمن؟ كيف يتسنى لك أن تخرج زكاة مالك وأنت في وطن غير آمن؟ كيف تخرج إلى فريضة الحج وأنت في وطن غير آمن؟ من هنا كان لابد من المحافظة على الوطن لكي نقيم شعائر الإسلام داخل هذا الوطن. كلنا رأى بعينه البلاد التي حدثت فيها الفوضى والحروب والفتن الطائفية والدمار، أن الناس لم تكن في أمن، ومن ثم لم تكن شعائر الإسلام عالية ولا معلنة في ذلك الوطن. النقطة الرابعة، احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة. من قرأ السيرة النبوية وأمعن فيها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترف بالمواطنة وحقق المواطنة بين سكان المدينة من مسلمين مهاجرين وأنصار من أوس وخزرج ومن اليهود
معتبرا صلى الله عليه وسلم أن العيش في وطن واحد هو المدينة هو أساس التعاون والتعامل بين الجميع. ومن هنا هذا التعايش لا يمنع الفوارق الدينية، وهذا التعايش لا يمنع الفوارق الاعتقادية. نحن نتعايش في وطن واحد ونتعاون على بناء هذا الوطن وعلى رفعته وعلى حضارته على الرغم من الاختلاف في المعتقد أو الاختلاف في اللون أو الاختلاف في الفكر أو الاختلاف في الجنس. نحن نتعاون على قاسم مشترك وهو المحافظة على هذا الوطن، مع إقرار لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء. فحرية العقيدة مكفولة مصداقا لقول الله تعالى كما قلنا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. عندما انتقل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقلنا بأنه كون دولة حديثة من أرض ومن شعب ومن دستور، ذلك الدستور يتمثل في الوثيقة النبوية التي وضعها صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتي تتكون من أكثر من 90 بندا. أريد أن أقف عند بند واحد فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أمة مع المؤمنين في التعايش في المدينة رغم الفوارق الاعتقادية، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. إذن هو صلى الله عليه وسلم أقر اختلاف المعتقد وحث على الاشتراك الإنساني والمشترك الإنساني في الوطن الواحد، حث على ذلك، لأنه يقول بأن المؤمنين أو أن اليهود، يهود بني عوف، أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. المقصد بعد ذلك أو التوصية: ضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافيا وإعلاميا وإلكترونيا. لابد أن نعري هذا الفكر المتطرف، وقد بينا أن هذا الخطاب الإرهابي المتطرف خطاب عنصري أحادي، خطاب استعلائي، خطاب جاهلي، جاهل لا يتحلى بالعلم ولا بالمنهجية العلمية ولا بالثقافة العلمية، خطاب لغة حمل السلاح. فالقطيعة مع الدولة تتمثل في أن هذه الجماعات المتطرفة تتميز بأربع خصائص. الخصيصة الأولى: خطابها عنصري أحادي، لا ترى إلا نفسها ولا ترى إلا أنها على الحق وأن ما عداها باطل، وخطابها استعلائي، ترى أن ما تفهمه من نصوص الشريعة هو الفهم الأوحد وهو الفهم الأصوب وهو الفهم السديد، دون نظر إلى العلماء الربانيين الذين قضوا أعمارهم في تفهم هذه الشريعة الإسلامية وفي الاستنباط وفي الاجتهاد وفي تحصيل أدوات العلم. أنا لا أريد أن أفتح ملفا لكي أبين كيف عكف العلماء الربانيون في القديم والحديث على نصوص الشريعة الإسلامية ليستخرجوا من بواطنها الكنوز التي
تصلح للحياة والتي تكون في مصلحة الإنسان. الخطاب المتطرف خطاب عنصري أحادي، رأي صواب لا يحتمل الخطأ، هم يقولون هكذا. ما يفهمونه، ما يرونه هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ. بينما لو عدنا إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي مخالفي خطأ قد يحتمل الصواب، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي مخالفي خطأ قد يحتمل الصواب، أنت في مجال الأحكام التشريعية الفرعية العملية أنت لا تملك الحقيقة المطلقة، أنت قد ترى الصواب من جانبك. الشافعي مثلا يرى الصواب من جانبه، وأبو حنيفة يرى الصواب من جانبه، ومالك يرى الصواب من جانبه، وأحمد يرى الصواب من جانبه، وهذه الاختلافات بين الأئمة وبين العلماء هي نعمة من الله عز وجل. ما يناسب أهل مصر قد يناسب أهل الحجاز، قد لا يناسب أهل المغرب، فكل يجد منفذا عند إمام من الأئمة وهو يستنبط لك حكما ييسر لك الحياة في البلد الذي أنت تعيش فيه. الخطاب الإرهابي المتطرف خطاب جاهلي، وأنا من هنا أحذر الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ألا يصغوا ولا يستمعوا إلا للعالم الموثوق في علمه والموثوق في دينه، ألا يستمعوا لكل الكلام أو كما يقولون الهري الذي يكون موجودا على مواقع التواصل الاجتماعي. لأننا للأسف الشديد كل من عرف معلومة في الشريعة الإسلامية أو عرف كلمة أو قرأ كتيبا أو قرأ كتابا يريد أن يعلم الناس ويريد أن يتصدر للناس ويريد أن يكون فقيه الأمة ويريد أن يكون مفتيا، لكننا نقول لو عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. العالم الرباني الذي يعيش 60 سنة أو 70 أو 80 يعيش وهو في هذا العمر المديد لا يمكن أن يمتلك الحقيقة في الأحكام الفرعية التي يرى من وجهة نظره أنها هي الصواب. أما هؤلاء الغلمان الشباب المغرر بهم فإنهم يظنون أنهم يمتلكون الحقيقة وهم في الحقيقة جهلاء، لأن الذي يدعي أنه يمتلك الحقيقة في الأحكام التشريعية العملية في الحقيقة هو جاهل، لأن هناك اختلافا للفقهاء جعل الأحكام تتفاوت في الاستنباط. وعلى سبيل المثال لو أننا تساءلنا وسألنا هؤلاء ما هي أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا اختلف العلماء؟ نجد أنهم يقولون اختلف العلماء لتردد اللفظ القرآني والنبوي بين العموم والخصوص وبين الإطلاق والتقييد وبين الحقيقة والمجاز، وهناك في لغة العرب المشترك اللفظي، وهناك اختلاف الإعراب واللغة، وهناك تعارض الأدلة. 6 أمور جعلت العلماء يختلفون وجعلت العلماء يجتهدون في الاستنباط. فعالم يصل إليه دليل لم يصل هذا الدليل إلى العالم الآخر. الإعراب يختلف، ولو فتحنا كتب التفسير وكتب علوم القرآن وكتب إعراب القرآن لوجدنا أن الآية الكريمة أو النص النبوي يحتمل عدة أوجه من الإعراب، وعلى هذا الاختلاف تنبني المعاني أو تختلف المعاني بين العلماء. عندنا المشترك اللفظي أن يكون اللفظ واحدا والمعنى متعدد، فلفظ العين في لغة العرب يطلق على عدة معان، يطلق على الباصرة وعلى الجاسوس وعلى عين الماء. لفظ القرء كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء
لفظ القر حمله إمام من الأئمة وهو الإمام أبو حنيفة على الدورة الشهرية على الحيض، وحمله الإمام الشافعي على الطهر. لفظ عسعس والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فلغة العرب متسعة، حتى قال الإمام الشافعي لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. لغة العرب فيها الحقيقة وفيها المجاز وفيها الاستعارات وفيها الكناية، لغة العرب فيها الاشتقاق، لغة العرب فيها وفيها وفيها مما يجعل الإنسان الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم لكي يستنبط من القرآن الكريم أو أن يفهم السنة النبوية لابد أن يحيط بلغة العرب. هذه الجماعات صفر في علوم اللغة وفي علوم الآلة وفي أصول الفقه، كل الذي يملكونه أنه تقع أعينهم على آية في القرآن الكريم فيأخذها ويريد أن يبني عليها الأحكام الكثيرة، يكفر المجتمع ويكفر الحكام. لماذا؟ يقول لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على الرغم أن هناك آية أخرى تقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والقرآن أيها السادة المشاهدون لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، بل هناك عندما نرى التعارض في الظاهر فقط، في الحقيقة لا يوجد في القرآن تعارض. التعارض إن بدا يبدو ظاهرا، نجد أن العلماء بوابوا أبوابا في أصول الفقه وفي أصول الحديث الجمع والترجيح بين الأدلة، يجمعون الآيات ويجمعون بين الأحاديث، فنجد أنهم يقولون في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نجد أن ابن عباس رضي الله عنه وهو المفسر الأول للقرآن الكريم بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ما معنى كفر دون كفر؟ كلمة الكفر عندما تطلق في القرآن الكريم تطلق بإطلاقين، تطلق بمعنى الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الإسلام، وتطلق بمعنى كفر النعمة بمعنى أن الإنسان كافر بالنعمة لكن لم يخرج من الإسلام. ولذلك يقول الله في القرآن الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، كفرت بأنعم الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ابن عباس كفر دون كفر، أي كفر أصغر يساوي معصية. وقد قلنا مرارا وتكرارا بأن المعاصي لا تكفر، الذي يرتكب معصية فإنه لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإيمان، المعاصي تفسق لكنها لا تكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القتل كبيرة من الكبائر معصية، ومع ذلك فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ويقول القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لم يسلب القرآن عنهم وصف الإيمان على الرغم من الاقتتال. ينبغي أيها الشباب أن نحفظ هذه القاعدة أن المعاصي تفسق ولا تكفر، وكما يقول علماء العقيدة لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه. الذي يخرجك من الإسلام أن تجحد الشهادتين، أما المعاصي فهي حرام وفيها كبائر وفيها صغائر، وينبغي للعبد أن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، لكن إن وقع في ذلك فإنه لا يكفر
ولا يخرج من دائرة الإيمان. أما هؤلاء التكفيريون الإرهابيون فإنهم يكفرون المجتمعات بالمعاصي ويكفرون المجتمعات بالذنوب ويطلقون على المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية وبأنها مجتمعات كافرة، وذلك كله ضلال في ضلال. وينبغي أن نحذر كتاب معالم في الطريق للأستاذ سيد قطب، فقد رمى المجتمع بأنه جاهلي ورمى المجتمع بأنه كافر، والأستاذ سيد قطب ليس من الفقهاء وليس من العلماء، هو رجل يغلب عليه لغة الأدب لأنه كان أديبا، ولكل علم اختصاصه وعلماؤه والمفكرون فيه. بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر هو من الأهمية بمكان. الإسلام دين يعرف النظام، وكما يقول ابن خلدون: الإسلام نظام، وفوق النظام سلطان، وفوق السلطان برهان من العقل والشرع. الإسلام نظام، دولة مكونة من أرض، من شعب، من دستور. دستور هذا هو النظام، النظام العام للدولة. فوق هذا النظام سلطان، حاكم يحكم هذه الدولة. هنا لا يجوز لنا أننا نتلاعب بالنظام، ولا يجوز لنا أن نتلاعب بمؤسسات الدولة، ولا يجوز لنا أن نخرج عن النظام العام. فالتوصية تقول: الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون والنظام الاقتصادي والاجتماعي، وهو غني بالضوابط والتطبيقات الداعمة لكل ذلك، بما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في محاولاتها إحداث تقابلية خاطئة بين الدين والقانون أو بين الدين والدنيا. من مميزات الإسلام أو شريعة الإسلام عندنا أنه لا تعارض عندنا بين الدين وبين العلم، ولا تعارض عندنا بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الإسلام جاء بثوابت الأحكام في الشريعة الإسلامية قسمان: أحكام قطعية ثابتة لا يجوز لأحد أن يتلاعب فيها، أحكام ضرورية: الزنا حرام، الربا حرام، القتل حرام، الصلاة مفروضة، الزكاة مفروضة على من يملك النصاب، الحج فريضة في العمر مرة على المستطيع. هذه ثوابت لا يجوز أن نتلاعب فيها. وهذه الأحكام التعبدية الإنسان يتلقاها من الوحي دون أن يتدخل فيها برأي أو باجتهاد أو بتلاعب في الأمور الكلية. هناك أحكام تشريعية ظنية تحتاج إلى اجتهاد. فكلما تجد في الحياة حادثة أو أمر جديد فهناك مصادر في الشريعة الإسلامية رجع إليها رجال القانون ووضعوا هذه القوانين أخذا من هذه المصادر التشريعية. نظام المرور أين نجدوه في الشريعة الإسلامية؟ نجدوه عندما نبحث في باب المصلحة، فنجد أن مصلحة الناس تقتضي أن يضع رجال القانون قانون المرور. وقس على ذلك الكثير والكثير، فهناك أحكام تشريعية ثابتة لا يجوز أن نتلاعب فيها، وهناك أحكام اجتهادية تخضع لظروف الزمان والمكان والأحوال، وهذه الذي يجتهد فيها العلماء المجتهدون الربانيون. من هذا من الأحكام المتغيرة
أن الإسلام لم يضع قالبا ثابتا أو نظاما معينا للحكم، وإنما يقبل من النظام ما يحقق المصلحة، يقبل أي نظام يحقق مصلحة المواطنين أو صالح المواطنين، بأي طريق يحقق إرادة الناس، الشورى. القرآن جاء بالقاعدة الثابتة، القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، ويقول وشاورهم في الأمر، هذه القاعدة الثابتة التي لا تتغير. أما كيف تكون الشورى، كيف تتكون مجالس الشورى، ما العدد الذي يستشار، فإن الشريعة أو فإن القرآن الكريم لم يذكر هذا، بل ترك هذا لمصلحة الناس ولظروفهم ولأحوالهم ولمتغيراتهم من بلد إلى بلد، ومن عصر إلى عصر، ومن زمان إلى زمان. فآلية اختيار رئيس الدولة أو الحاكم من المتغيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان، وليس نمطا ثابتا، وليس أمرا جامدا، لأن هذا من الأحكام المتغيرة التي تتغير عبر الزمان وعبر المكان. كذلك يجب الوقوف خلف الحاكم العادل، وده مطلب شرعي وطني، لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا بالوقوف خلف الحاكم، لأننا عندما نخرج عن الحاكم فإننا نحدث بلبلة ونحدث فتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرنا أن نسمع وأن نطيع حتى لا تحدث في البلاد الفتن ويحدث القتل ويتشرد الناس، ولعلنا على مرأى ومسمع مما يحدث من حولنا في كثير من البلاد. كذلك من التوصيات المهمة ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تعظيمها واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعا. طبعا احنا قررنا سابقا أنه لا إكراه في الدين، لكل إنسان أن يعتقد ما يعتقد، وأن الفصل بين الناس في المعتقدات هو عند الله عز وجل يوم القيامة. لابد أن نعمل في الوطن الواحد على ترسيخ المشتركات الثقافية وعلى ترسيخ القيم الإنسانية. وبعبارة مولانا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه، القيم هي القيم، حتى وإن خرج الناس عن القيم إلا أنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أن القيم هي القيم. فينبغي أن نتعاون على القيم المشتركة، لابد أن تعود الأخلاق إلى المجتمعات وإلى الشباب وإلى الأسر، لابد أن نتعامل بقيم أخلاقية، لابد أن نبث المشترك الثقافي بين الناس. أي دولة في العالم لن تتقدم إلا بأمرين اثنين، التعليم أولا والصحة ثانيا، أو قل الصحة أولا والتعليم ثانيا، هما أمران متلازمان، تعليم. ولذلك الخطوة الكبرى والأساسية للقضاء على الأفكار المتطرفة وعلى الجماعات الإرهابية العلم لا الوعظ. نحن من سنوات نعظ، لكن الخطاب العلمي الفكري الذي واجه هذه الأفكار بمنطق العقل وبمنطق الشرع وبإقامة الحجة والبراهين، فإن هذا هو الذي يقضي على الإرهاب. تعليم منذ الصغر، إصلاح التعليم منذ الصغر، كيف نرسخ القواسم المشتركة في عقول الأولاد منذ الصغر، كيف نرسخ حرية الاعتقاد في عقول أبنائنا منذ الصغر، كيف نتربى على حرية الفكر، كيف نتربى على حرية الرأي. والإسلام لا يضيق بأي فكر أو بأي حوار، لأن الإسلام
قوته فيه وقوته منه بنصوصه الراسخة الثابتة المستمرة إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.